المزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن واشنطن مراسلنا جو ثابت. أهلا بكما. أبدأ معك أريج، زيلينسكي وقع إذن مرسوما يؤكد استحالة التفاوض مع بوتين في ظل استمرار التعبئة في روسيا، ماذا في التفاصيل؟ فيصل، في التفاصيل أن روسيا إن كانت أوكرانيا ليست جاهزة أو جادة فيما يتعلق بموضوع المحادثات والمفاوضات التي كما هو معلوم موسكو تريدها حسب شروطها وليس حسب الشروط الأوكرانية أو الشروط الغربية، فموسكو ستنتظر تغيير وجهة النظر هذه إن كان هناك إمكانية لتغييرها، أو ستنتظر الرئيس الأوكراني الجديد كما قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية. وحتى ذلك الحين، حتى ذلك التاريخ، موسكو ماضية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا كما تسميها وفقا لما أعلنته من أهداف لنفسها، ولا سيما فيما يتعلق بنزع السلاح الأوكراني، والتي تتحدث موسكو مؤخرا على لسان كافة خبرائها ومسؤوليها أنه في أغلبه والذي يواجه القوات الروسية حاليا مصدره الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية طبعا. ولا يخفى على أحد حجم المساعدات العسكرية غير المسبوقة الذي لا زال يتوارد على الجانب الأوكراني في هذا الخصوص. أيضا على صعيد التعبئة الجزئية، كان هناك إعلان لوزير الدفاع الروسي الذي أكد على أن التحاق أكثر من 200 ألف جندي من جنود الاحتياط بصفوف القوات الروسية في إطار هذه التعبئة. أكد على أنهم حاليا يستكملون إجراءات التدريب في 80 مضمارا عسكريا موزعة على المناطق العسكرية الروسية على امتداد البلاد، وما أن يستكملوا هذه الإجراءات حتى يجري إرسالهم إلى المناطق حيث هناك حاجة وجود تعزيزات عسكرية وفي تعزيزات في تعداد القوات العسكرية الروسية. وهناك إشارة واضحة طبعا إلى خطوط التماس حاليا بعد ضم المناطق الأوكرانية الأربعة إلى قوام روسيا. طبعا أشير هنا أيضا في هذا الخصوص فيصل على عجالة بمصادقة مجلس الاتحاد على قرار الضم الذي كان قد صادق عليه مجلس الدوما يوم أمس، وهذا القرار بات بانتظار توقيع الرئيس الروسي. وهناك أيضا حالة من الترقب يمكن وصفها كذلك في الأوساط السياسية وفي الأوساط الاجتماعية المحلية هنا في روسيا لما سيعقب هذا التوقيع من قرارات على الصعيدين السياسي والعسكري. وننتقل إلى واشنطن معك جو. إذا واشنطن تقدم حزمة مساعدات وتقول أن القوات الروسية تعاني لوجستيا وهو ما ترفضه موسكو، وتقول أن ما يجري هو إعادة تموضع وانتشار. تماما. أولا، المساعدات مستمرة، وربما يمكن أن نرى في الأيام المقبلة أو ربما في الساعات المقبلة نوعية جديدة من الأسلحة تتعلق بأسلحة أو بصواريخ تكتيكية أرض أرض يمكن أن يزودها الجيش الأمريكي للقوات الأوكرانية. البنتاغون تجاوز مسألة النجاحات والانتصارات التي تقوم بها القوات الأوكرانية، ووصل الحديث حيال هيكلية وتركيبة الجيش الروسي والإخفاقات الميدانية والخطط العسكرية في أوكرانيا. مسؤول عسكري كبير في البنتاغون تحدث مع الصحفيين مساء أمس وأكد بأن هناك نقصاً بالتموينات اللوجستية والإمدادات العسكرية والذخيرة، حتى أنه ذكر أموراً في الواقع قد يتفاجأ المرء بسماعها عندما قال أنه طلب من الجنود الروس الذين يريدون التوجه إلى الجبهة أن يأخذوا معهم معداتهم العسكرية وأدوات إسعافية إلى آخره. إذن واشنطن تنظر بصراحة وتقول بأن موسكو لم تعد في موقع هجومي، إنما صارت في موقع دفاعي، وهناك مشكلات في القيادة العسكرية الروسية، وهناك انقسامات داخل القيادة الروسية، لذلك هناك من هنا يكمن القلق إمكان لجوء بوتين إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية، لذلك لأنه قد يجد نفسه في نهاية المطاف وحيدا، وهذا الحل الوحيد بفكره بأنه يمكن أن يحقق نجاحات. سنبقى على اطلاع منكما دائما عن هذه التطورات. من واشنطن جو ثابت، ومن موسكو أريج محمد، شكرا لكما.